بناء على تكليف من يافطة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس قائم المقام، اجتمع النهاردة المجمع المقدس وأيضا أعضاء المجلس الملي وهيئة الأوقاف القبطية، وناقشنا الموضوعات الآتية. أول حاجة، كان في بعض الآباء بيفكروا في ترشيح نيافة الأنبا باخوميوس للبطريركية، ولكن نيافة الأنبا باخوميوس القائم مقام شكر الآباء على محبتهم، ولكن اعتذر عن الترشيح وقال يفضل الاستمرار في خدمته الحالية كقائم مقام للكنيسة من أجل صالح الكنيسة ومن أجل سير الفترة الحالية في سلام. ناقشنا موضوع المزار الجديد لمثلث الرحمات المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث، واتفقنا على أن كل الكنيسة هتشترك في إعداد هذا المزار، وستشكل لجنة خاصة بهذا الأمر برئاسة نيافة الأنبا سرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بشوي، لأن المزار هيكون طبعا في دير الأنبا بشوي وتحت إشراف نيافة الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريركي. أيضا اتفقنا جميعا على أن هيكون الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين للكرسي البطريركي بعد غلق باب الترشيح يوم 17 مايو، فهيكون الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين للكرسي البطريركي بعد إغلاق باب الترشيح، والباب الترشيح سيغلق يوم 17 مايو. رجعنا مع بعض اشتراك الكنيسة الأثيوبية، وفي بروتوكول كان تم ما بين الكنيسة الأثيوبية والكنيسة القبطية في سنة 94، وبحسب هذا البروتوكول ممكن 5 من المجمع المقدس للكنيسة الأثيوبية يشارك في انتخاب الأب البطريرك، وبالنسبة ليوم التتويج هيحضروا معنا. أيضا هتجتمع لجنة الترشيحات غدا برضو لاستمرار مناقشة قيد الانتخابات وأيضا كيفية إشراك أقباط المهجر في انتخابات واختيار الأب البطريرك.